ضلنا نبقى سعداء جدا بنشوفك في التلفزيون في مسلسل كوميدي عن رواية لأديب كبير، وكمان في الإذاعة هنسمعك في مسلسل كوميدي، صح؟ إن شاء الله بإذن الله. دعواتكم بس إن احنا نعمل حاجة تليق بمستوى حضراتكم. وأرض النفاق طبعا رواية معروفة للأستاذ يوسف السباعي، والحمد لله يعني الجو العام كله يبشر بأن حضراتكم هتنبسطوا بإذن الله. والإذاعة أنا دي 16، دي العام الرقم 16، بحب جدا كل سنة أشتغل إذاعة لعشق للإذاعة والدوبلاج والكرتون. وفي النهاية دعونا.